ورك بوك، دبل كليك ورك بوك، هيطلع لك منطقه البرايفت. كل اللي احنا بنعمله ان احنا نحط ده ما بين الايه، بدايه السب وايه والاند سب. طيب ماشي، انا خلصت. انا عايز اعمل بقى بوتوم صغيره كده علشان تنشئ دول. قبل ما اقولها نراجع على التكست بوكس. التكست بوكس دبل كليك على التكست بوكس، ازاي اكتبها؟ اولا اتاكد من رقم السيل، يا اما اسمها من النيم بوكس، يا اما ترتيب الرو ترتيب الكولوم. وبعد كده هدخل واكتب الكود بتاعي كالاتي، برضو ملغوش يعني، هو يتكتب كده شيت 1 ده العنوان، السيلز اللي جوه شيت 1، وافتح خليكي معايا، ونفتح ونقول له ايه، رو 2 كوما كولوم 2 من غير سبيس ومن غير اي حاجه، دوت فاليو القيمه بتاعتها ايكوال تكست بوكس 1 دوت فاليو. بس لازم ياخد القيمه يرميها في السيل دي. مش عايز اشتغل بدي، عايز اشتغل بكود تاني. عندي الكود التاني بدل سيل رينج، واحط اسم الخليه ما بين دبل كوتيشن دوت فاليو ايكوال تكست بوكس دوت فاليو، هي هي. طيب لو انا حابب، المره اللي فاتت عملت لك مديول، ركز بقى معايا كده. المره اللي فاتت عملت انسيرت المديول عن طريق انسيرت مديول، مديول اللي هو الكود يعني. وبعد كده رحت على الاكسل عملت انسيرت البيكتشر، او عملت انسيرت الايه، بشيبس شكل من الاشكال، وبعد كده عملت اساين ماكرو. صح ولا غلط؟ هل في طريقة تانية؟ في طريقة تانية، ويمكن في موضوع ممكن ناخده المرة الجاية. ازاي؟ ركز معايا، انا بحب دايما الناس تبقى مصحصحة. احنا نقدر نعمل هايد للايه؟ للكولو. وممكن اعمل هايد للايه؟ لكن ينفع اعمل هايد للسي؟ ازاي؟ ما ينفعش يعني، الاوامر اللي على السيل ما ينفع، دي مكعبات جنب بعضها. او اديني مثال اكتر عمل يعني، طوب فوق بعضه، ما ينفعش ان انا اشيل طوبه كله هيقع.